أكثر من 6000 موظف في ديوان محافظة بابل فقط، فيما تشهد دوائر المحافظة الأخرى نقصا في أعداد موظفيها. تقول الحكومة المحلية إن الزيادة الحاصلة بأعداد الموظفين جاءت بعد تثبيت المتعاقدين مع الديوان على الملاك الدائم، ولا بد من استثمار هذه الأعداد في بقية مؤسسات الدولة. ديوان المحافظة يوجد عدد حقيقة كبير به من الموظفين حاليا بعد تثبيت الدفعة الأخيرة من العقود أو الشباب اللي كانوا متعاقدين مع المحافظة، وصل عدد قرابة 6000 موظف، وهذا عدد كلش كبير. احنا ماضين ان شاء الله باتجاه اعادة توزيعه حسب الاحتياجات والاختصاصات لكافة الدوائر. طبعا هذا ما منعنا بانه ننسب قسم من موظفينا حاليا او نكلفهم للعمل بقسم من الدوائر لسد الاحتياجات اللي موجودة. في مقابل العدد الكبير من الموظفين، ينتظر كثير من المواطنين في طوابير أمام شبابيك ومكاتب الدوائر الرسمية لإنجاز معاملاتهم، إذ تستغرق المعاملة أحياناً عدة أشهر لإكمالها. من شهر السادس 2022 لحد الآن ودفعنا رسم 100,000 ولحد الآن ما طالعة. التعجيزيات هواي بالمعاملات والدوائر مو مضبوطة. المعقب لو واسطة تمشي معاملتك بفلوس. تريد تطلع سند شهرين أو ثلاثة أو بفلوس، المحامي الطيمية يطلع لك السنة الثاني يوم. المواطن اللي ما عنده حد يصرحوه بالقنافذ على قولة أهنه، تعال باشر تعال أقبى، يعني بطء بالمعاملة تلكؤ. وبالعودة للحكومة المحلية وإجراءاتها، فإنها ما تزال بانتظار إقرار الموازنة الاتحادية لنقل عدد من موظفي ديوان المحافظة إلى الدوائر الأخرى بعد إحصاء احتياجات الدوائر إلى الأعداد والتخصصات. تم تزويدنا بالاختصاصات والأعداد الموظفين المطلوبة من قبل هذه الدوائر، وتم إجراء اللازم بالشأن إجراءات انفكاك هذه هؤلاء المنتسبين للتوجه إلى هذه الدوائر للاستفادة منهم كموارد بشرية ممكن الاستفادة منها كتحقيق لقوة العمل. طبعا هذا العمل سارب الاتجاه هذا، وإحنا بنتظرين الموازنة إن شاء الله. إذا أقرت الموازنة راح يصار إلى نقل هذه الكوادر بشكل كامل مع تخصيصهم المالي ودرجتهم الوظيفية إن شاء الله. ويصف اقتصاديون الأعداد المهولة من الموظفين بالبطالة المقنعة، قياسا بنقص الخدمات المقدمة للمواطنين وانخفاض إنتاجية الموظف في اليوم الواحد، إذ تقدر بحسب دراسات بثمان دقائق فقط. من محافظة باب الحي درج شلبي، يو تي في.